نبدأ كالمعتاد بأهم الأحداث. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد امبارح حفل إفطار الأسرة المصرية، وعبر سيادة الرئيس عن سعادته بالتواجد وسط الأسرة المصرية اللي بيعتز بيها وبالانتماء إليها. وقال سيادة الرئيس إن الأمة المصرية العريقة هي اللي بدأت التاريخ وصنعت الحضارة وفضلت رمز للخير والسلام والقوة. بسم الله الرحمن الرحيم، كل سنة وانتم طيبين. سعيد ان انا نكون مع بعض النهارده وفي الفطار بتاع الاسره، والروح الطيبه اللي دايما بتجمعنا. ف كل سنه وانتم طيبين، وربنا سبحانه وتعالى يعني يعيد الايام ديت على مصر وعلى منطقتنا العربيه وعلى العالم الاسلامي وعلى العالم كله بالخير والسلام. فاسمحوا لي ان انا ابدا كلمتي بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة الحضور الكريم، الشعب المصري العظيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أود في بداية حديثي أن أعبر عن عظيم امتناني بهذا الحضور الكريم وسعادتي البالغة من أتواجد في وسط الأسرة المصرية التي أعتز بها وبالانتماء إليها. تلك الأسرة التي تجمعنا في وطننا الغالي مصر، وتعبر عن أمتنا العظيمة الأمة المصرية العريقة التي بدأت التاريخ وصنعت الحضارة وبقيت رمزاً للخير والسلام والقوة. وأنني أغتنم هذه الفرصة الطيبة كي أجدد معكم الوعد في مستهل فترة رئاسية جديدة، بعد أن جددتم الثقة والعهد بيننا في استحقاق انتخابي شهد العالم بنزاهته ومظهره المشرف.